أشكركم على هذا الحضور الغفير، وبالرغم من أن الله أشكره سبحانه وتعالى على منحي وعلى أن وفقني أن أكون في خدمتكم لنتباحث ونتحدث حول القضايا الإقليمية والداخلية والعالمية، ولكن قبلها أشير بشكل قصير إلى الظروف التي تمر بها إيران والعالم. ونحن نرى أن العالم يعيش على أعتاب تحولات كبيرة، المجتمع البشري على استعداد للدخول في تطورات داخلة تكون فيها الظروف الاجتماعية السياسية الاقتصادية تتحول وتتغير بشكل سريع وتتحول إلى يعني أين نتحرك نحن باتجاه تطور جديد وسريع. دور الشعب الإيراني الكبير في هذه التطورات وإدارة هذه التطورات هو إحلال الأمن والنظم القيم في والمؤثر في العالم. وعلى مدى عدة آلاف السنين الشعب الإيراني وقيمه كانت هي القيم الطاهرة والاعتماد على العدالة والحب والصداقة فيما بين أبناء البشرية. والشعب الإيراني وشعبنا الإيراني يؤكد هذه الأصول، كان ولا يزال يؤكد هذه الأصول، فهو يتطلع إلى العزة والتقدم له ولكل البلدان. ولتحقيق ذلك الهدف الكبير يجب أن نخطو خطوات جبارة وكبيرة. ومن المعلوم عندما تكون العدالة هي الهدف، عند ذلك الفواصل تكون كثيرة والكثير من الضغائن تحذف وتحل مكانها الفضائل الأخلاقية والإنسانية لتبلغ الكمال. نحن للتقدم يجب أن نتكئ على القيم الداخلية لنا، وخاصة نحن حركة الشعب الإيراني باتجاه هذه الأهداف هي حركة سريعة، وكل يوم تسمعون عن تطورات علمية وتقنية وصناعية واجتماعية تنتشر في كل وسائل الإعلام. علينا أن نتحرك باتجاه الذي لم تكن فيه شيء من المحرومية والفقر والتبعيض والتحقير. في الأيام الأخيرة وقع اتفاقان مهمان، الأول هو إقامة قمة عدم الانحياز في طهران الذي كانت فريدة في نوعها، 120 بلدا حضر ممثلوها بأعلى المستويات ليتحدثوا عن كيفية تغيير نظم العالم إلى تغيير يعتمد القيم الإنسانية ومشاركة كل الطاقم الإنساني في الحوكمة العالمية. وتم التوصل إلى توافق جديد، وهو الذي أفضى إلى وجود أدب كلامي جديد، وهو من مهمة الجيل الناشئ. والقضية الثانية أو الحدث الثاني هو الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة وممثلي شعب الجمهورية الإسلامية بكل رفعة رأس حضروا في ذلك الاجتماع ووضحوا كل وجهات نظر وآراء وأهداف وقيم وأفكار الشعب الإيراني في ذلك الاجتماع، وقدموا هدف ورسالة الشعب الإيراني، وقالوا أن التطورات الذي يشهدها العالم هي في طريق إحلال القيم الإنسانية. إذن الإنسان يجب أن يقدم تغييرا وتقييما جديدا، ومن قيم الإنسانية أن تحل في العلاقات الدولية، والشعب الإيراني هو الذي الآن نراه في طليعة هذه التغييرات. نعم، لدينا بعض المشاكل ومنذ الخلق الإنسانية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية 33 عاما، لا أكثر من ذلك، يعني أكثر من 60 عاما، نحن نرى القوى المتغطرسة سيتصدون للشعب الإيراني، وفي كل وقت من الزمان وبكل ذريعة كانوا يتمكنون من الضغط على الشعب الإيراني يمارسون هذا الضغط. وإضافة إلى
فرض هيمنتهم على الشعب الإيراني ونهب ثرواته، يحاولون التصدي لتطور الشعب. هذه الهيمنات هذه زمنية ومؤقتة، وأعتقد أن الشعب الإيراني سيخرج مرفوع الرأس من كل هذه التحديات ومن هذه العقبات، وسيسلك طريق ودرب التعالي للكمال البشرية بكل قدرة وسرعة ورفعة رأس. أنا أتمنى أن أكون أكثر من هذا في خدمتكم، وأضع الوقت كله باختياركم، وأتحدث ببعض كلماتي التي أريد أن ألقي عليكم في إجابات لكم. نشكر سعادة الرئيس أحمد نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كلمته التي أتحفنا بها في مقدمة المؤتمر الصحفي، والآن الفرصة الأكبر نضعها في متناول ممثلي وسائل الإعلام الداخلية والدولية والعالمية. أول مراسل يأتي من ليطرح تساؤلاته، وسؤاله واحد إلا إذا سمح الرئيس أكثر من ذلك أو كانت لديه فرصة أكثر لأن الوقت ضيق. اسمحوا لنا ليكون سؤال واحد لكي العدد الأكبر يسألون، لأن في الفترات السابقة كانوا يقولون لماذا لم يكن لدينا وقت. السيدة أكرم إغراقي من إسنا. سيادة الرئيس، سؤالي حول العملة الصعبة في إيران، ونحن نشهد أنتم بدأتم بإيجاد غرفة لتبادل العملة الصعبة كي تأخذ حدها، لكن الآن لم نشهد شيئا. برأيكم ما هي باعتبار جذور هذه النوسانات في القضية، وما هي خطواتكم؟ شكرا لكم على هذا السؤال، سؤال مهم وجيد طرحتمه. هذه التغيرات لم تكن محصورة به اليوم، احنا عدة في فترة طويلة السوق هي تشهد مثل هذه التغيرات. وانظروا قضية العملة الصعبة من أين نشأت، ولماذا لم تحدث العام الماضي في مثل هذا الوقت؟ بالتأكيد أنها علامة واضحة، عاملان مهمان ساعد على ظهور هذه الضغوط على الشعب الإيراني. الأول هو من الخارج، والعامل الآخر هو من الداخل. الإعلام، العدو أعلن أنه فرض مقاطعات على بيع النفط الإيراني. نحن بعض يعني مقدار من حصولنا على العملة الصعبة هي من بيع النفط. والنقطة الثانية والأمر من ذلك هي التبادلات المصرفية، يعني فرضوها، منعوها علينا، قطعوها. يعني إذا بعنا كمية من النفط لا يمكن لنا أن نستلم عملة أخرى. كل جهودهم كرسوها وبذلوها لتنفيذ هذه الخطط، وما زالوا يواصلون ذلك. يعني هناك حرب خفية شاملة، وهي على مستوى العالم لكنها متناثرة ضد إيران. وأخواتنا في البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى يحاولون الحصول على بعض الطرق وبعض السبل، يعني كلما وجدنا طريقة. وهذا كله حرب، هذا مثل الكر والفر في الحرب. وإذن هم تمكنوا ونجحوا في تقليل شيء من مبيعاتنا النفطية، وإن شاء الله سنتفادى ذلك. وانظروا، نحن الآن نؤكد لكم أن هذه هي حرب، والعالم يعني العدو هو يحاول أن يكسر مقاومة الشعب الإيراني، ويتخيل أنه يجلسون ويقررون. ولكن من ناحية أخرى نحن أيضا نقرر. وبالتأكيد أنا إن شاء الله إذا ساعدت
الظروف سأتحدث عن آفاق الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو علينا وأوضحها للشعب الإيراني. بعض إمكانيات ما هي وما ونحن أي ظروف صعبة اجتزناها حتى الآن. والنقطة الأخرى هي الخطوات التي نشهدها من البعض في الداخل، هذه الخطوات العملية في أسواق العملة وحتى بعض الحرب النفسية التي تواكب ضغوط العدو على الشعب الإيراني ويعملون بالتنسيق مع العدو هذا. الكل يعلم أن التجارة الخارجية هي لم تكن كبيرة فيما يخص التبادلات الإيرانية، لكن أصل هذه القضية هي لها مردودات نفسية على السوق. نحن في اقتصاد على يلمو عن آلاف مليار دولار، يعني 100 مليار مبادلات من الدولار في إيران لم تكن رقما كبيرا، لكن الكثير أو البعض يأتون ويحاولون تهويل هذا الأمر ويربطونه بالقضية الخارجية. وهذه الواردات لم تكن للفترة الحالية، بل إنها موجودة منذ خمسين عاما. فهل أن هذا العام بالحقيقة أن العملة التي دفعها البنك المركزي إلى السوق، فهل هي لم تكن تلبي طلبات السوق؟ لا، لم يكن كذلك. انظروا إلى الإحصائيات الموجودة، فلأقدم لكم الإيرادات والاستيراد، الإحصاءات الإيرادات. نحن نعم في الاستيراد قللنا من استيراداتنا في العام الماضي في الستة أشهر الأولى من العام الإيراني الهجري الشمسي، نقارن ستة أشهر بستة أشهر. الستة أشهر الأولى كانت واردات البلاد 17 مليون و 840 ألف دولار، ولكن هذا العام 19 مليون و 124 ألف. ومن الناحية القيمية قلت، نعم، يعني حوالي 22 مليار دولار، واليوم ب 26 مليار دولار، أي يعني 12% تقليل أو قلت، شاهدنا تراجع الاستيراد. وهذا يؤكد أننا نحاول نتطلع إلى سد هذه الثغرة. البنك المركزي والذي وفر كل الطلبات حول العملة الصعبة من العملة الصعبة للأسواق مع كل الظروف التي قلتها. إذن هذه هي حرب وتغيرت ظروفها. السؤال المطروح هو هل أن هذه التغييرات للعملة الصعبة بخاطر من أجل المشاكل الاقتصادية؟ لا، لم يكن كذلك. هل هي من السياسات الاقتصادية للحكومة والذي البعض يشن هجوما عليها؟ هؤلاء يشنون الهجوم على كل أطراف الدولة، والجواب واضح، لم يكن كذلك قط. في يوم من الأيام من الصبح إلى الظهر، ما الذي يحدث من أي حدث، من الحدث الاقتصادي المهم الذي يحدث ويغير كل هذه التغييرات؟ ما هي الظروف الاقتصادية التي تتغير حتى تأتي عدة مئات التومان على السعر العملة؟ البنك المركزي، المؤسسات المالية قسموا الأولويات إلى 10 أولويات. الأولوية الأولى والثانية للمواد الغذائية والعقاقير ومثل هذا ذلك. الآن يدفعونها ب 1226 تومان للدولار الواحد، والبقية نظموها من باقي الذين لديهم العملات الصعبة. أيضا مثلا أوجدوا مركز للتبادل العملي، عملة صعبة، وكل من كان لديه عملة صعبة دعوه إلى ذلك المركز، وكل من يتحرك ويحتاج إلى العملة الصعبة في الصادرات والواردات فليدخل إلى ذلك المركز. يبقى بضعة أعداد للمسافرين
يعني والبنك المركزي قال نحن نغطي لهم، فكيف يعني يدخلون بعض الأشخاص يأتون إلى أسواق ويبادلون هذه الأسعار ويأخذون هذه الأموال ويوجدون نوعا من الحرب النفسية في الأسواق أيضا من الداخل ومن الخارج؟ يعني القنوات الخارجية الآن قطعت كل تبليغاتها وكل عملها الإعلامي وأخذت تركز على هذه القضية. مرة أخرى اسمحوا لي لأذكر لكم إحصائيات الإيرادات من ناحية الوزن، ووزن الواردات أضيفت لأن العلوفات والأغذية للمواشي نحن قللناها، لكن من ناحية القيمة الآن وصلت إلى 26 مليون دولار ولم يختلف بشيء كثير. في العام الماضي كانت استيرادات كانت حرية، حتى البضع غير الضرورية كانت تستورد، والآن أيضا حرة الدخول، ولكن البنك المركزي لا يمنح لهم العملة الصعبة. وبالتأكيد أن هذه حرب نفسية. أؤكد مرة أخرى أننا لم يكن لدينا مشاكل، الكثير من القسم الأكبر من المشاكل البنك المركزي، وزارة النفط، وزارة المالية التي تتحمل هذه الأعباء، لكن أعتقد أن هناك هذه كلها هي حلقات من برنامج ومسلسل واحد، أن الخارج يضغطون علينا ومن الداخل يهاجمون الحكومة، ومن ناحية أخرى البعض يجري مقابلات صحفية ليضع الحكومة تحت السؤال ويوجه لها تساؤلات. إذا كيف عندما يكون نجاح الكل يأتوا يقولون ونحن شركاء في هذا النجاح، وحتى في نقاب مباريات رياضية إذا كنا نجحنا في مباريات الكل يقول نحن موجود، ولكن عندما تحدث أي حادثة الكل يتراجع وتبقى الحكومة لوحدها. أنا قلت ذلك في بعض الجلسات والاجتماعات، إذا كانت هناك بعض الحدثات يحدث هناك الكل يصطفون لجانب العدو، نحن من الذين يفدون أنفسهم للشعب، إذن عليهم الآخرون يساعدونا. هذه لم تكن تصفيات حساب في سياسية في الساحة. الشخص الذي يعلم ما هو مقدار وكمية النفط الذي يصدر ويشارك في الاجتماعات يأتي ويتهم الحكومة ويقول برامجها. فكيف أنتم في الشهرين الأخيرين من العام الإيراني الماضي لم تتكلمون بهذا والآن تتحدثون بهذه الأمور؟ بالتأكيد هناك الكثير يأتون ويحاولون يقررون، لكن عندما تكون نتائج هذه القرارات هم لم يكونوا موجودة. يعني هذه القرارات هم الذين اتخذوها وفرضت على الحكومة، ولكن عندما تنجز هذه الأعمال هم لم يكونوا موجودين في الساحة. أنا أعتقد أن الشعب الإيراني سيتفوق على هذه الظروف صعبة، ولم تكن هي من أعمال الحكومة، والعدو أن يريد أن ينتقم من الشعب الإيراني وهو يكذب أن يقول أن المقاطعات هي فرض على الحكومة ولم تكن تشكل أي ضغط على الشعوب، بل أن الضغط يأتي على الشعوب فقط. البنك المركزي بكل إمكاناته يوفر هذه العملة الصعبة، ولم يكن أي موضوع اقتصادي وأي دليل اقتصادي لم يكن يبرر هذه التغييرات الموجودة في العملة الصعبة. نحن أوجدنا هذا المركز، وهناك الكثير من القرارات اتخذت، ونأمل أن تتحسن الظروف. وأنا من هنا أطلب من الأخوة، يعني الشعب هم الذين يسكتون دائما على هذا، والبعض القليل والقلة القليلة الذين أنهم يريدون أن يراجعوا السوق ويحاولوا مضاعفة الضغوط. لا اصبروا، لا نحن شعب كبير ولم يحدث شيئا، العدو قد رمانا بحجر، ماذا علينا؟ أيضا نحن علينا أن نرفع هذا الحجر ونأخذه ونرميه باتجاه العدو مرة ثانية. الكل يجب أن يساعدونا،
كل المؤسسات، كل السلطات، كلها يجب أن تعمل، أن تدعم هذا مركز التبادل العملة الصعبة. اجتمع فيه اجتماعات مشتركة من ممثلي السلطات الثلاث، هم جاءوا وقرروا هذه القرارات. إن شاء الله يقرروا ويعطوا نظما جديدا لسوق العملة الصعبة، ولم يكن بذلك شيء الذي كل من قال بهذا السعر يؤخذ ويباع. لا، من الذي يستورد؟ من الذي سيصدر؟ من الذي سيأخذ؟ ونحن بحاجة البلاد، بمقدار حاجة البلاد لدينا من العملة الصعبة، وإن شاء الله سنتطرق إليها. لا، ما زال البلاد يحتاج إلى العقاقير. البنك المركزي لم يتطرق إلى قضايا حول المبليات ويوفر العملة الصعبة. لا، نعطيهم ولكن بمقدار أقل، ونهتم بالعقاقير، أو قد يستفيد أولئك من العملة التي تختص الصادرات. هذه حرب نفسية، وحقيقة هناك ضغوط نفسية أيضا. وقلت لكم أن ضغوط الأعداد أكثر، العدو بما أكثر ما نتمكن من النجاح في حرب علنية، جاء وتقدم بالحرب النفسية. انظروا، ولنفترض أن هناك انقطعت كل تعاملاتنا الخارجية مع الخارج، ما هي القيمة التي تؤثر على الاقتصاد الداخلي؟ إيران هي ما زالت تواصل حياتها وتقدمها وتطورها، ولا تهتم بتلك التي انقطعت من الخارج. وما يأتي لدخل الحكومة، نحن سنقرر، ونحن سنجبر ونحاول تكافؤ حول القلة التي تواجهها فيما يخص تصدير النفط، وإن شاء الله سنتلافى ذلك الأمر. شكرا لسيادة الرئيس. السيد قمري وفاء من الوحدة المركزية للأنباء ومن وكالة أنباء الصين، من بعده سيكون هو الذي يطرح سؤاله على سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعرض السلام وعرض الأدب لآقای أحمد نجاد رئيس جمهور وميهمانان عزيز وهمكاران محترم. وظيفكم الكرام، فخامة الرئيس الأمريكي للدعوة بأن الضغوط السياسية والحظر ضد الجنود الإسلامية الإيرانية قد شدد في الفترة الأخيرة، فما هو ردكم أمام العداوة التي تديها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني؟ ردنا واضح بالنسبة للجميع. الشعب الإيراني مصر ويدافع عن حقوقها المشروعة وسيادتها الوطنية ووحدة ترابه الوطني، ولكن هذه الطريقة كما تعلمون هو سلاح صادئ، وقد جربوا هذا السلاح واختبروه في السابق، وهم لا يتعظون من الماضي، ونحن لا نمانع من تكرار هذه التجربة. أنا أعتذر. السيد ليروي من وكالة أنباء الصين. فخامة الرئيس، أهلا ومرحبا بكم. سؤالي هو في ظل الحظر، في ظل التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء كيان الصهيوني نتنياهو، هل تشعرون بالخطر الصهيوني والأمريكي ضد الجهود الإسلامية الإيرانية؟ وهل تتوقعون حرب قادمة مع الكيان الصهيوني؟ أنا أشكرك على هذا السؤال القيم. بالطبع، الوضع الذي يسود العالم والإدارة التي تحكم العالم هذه أوضاعها، ونحن لدينا إصلاح بالفارسي نقول اطلقوا الكلاب لكي تسد عليكم الطرق، والاستكبار العالمي اطلق سراح هؤلاء الصهاينة في المنطقة واغلقوا كل الحلول. وقد سألوني هذا السؤال مرات عديدة في نيويورك، وقلت لهم بأن الأهم من تهديدات الكيان الصهيوني هو أن نبحث عن إدارة مستدامة وإدارة ناجعة للعالم، هذا هو المهم. وإلا إذا استمرت إدارة العالم بهذا الشكل، فإن حفنة من الصهاينة سوف يثيرون القلاقل ويزرعون الأزمات في المنطقة. الشعب الإيراني الذي صنع الحضارات، الكل يعلم بأنه لم يهاجم أي بلد في المنطقة والجوار،
الكل بإمكانه أن يطلع على التاريخ، ولكن هذا الشعب صد كل هجوم بقوة ولقن الأعداء والمهاجمين والمعتدين دروسا سجلها التاريخ بفخر واعتزاز لهذا الشعب الكبير. انظروا أين هو صدام، أين الشعب الإيراني العظيم؟ لا تشعروا بالقلق، فالشعب الإيراني لا يشعر بأدنى قلق، فهذا الشعب خبر التاريخ وهو أعلم بصغر ومكانة وقدرة هذا الكيان المزيف الذي يهدد هنا وهناك بتهديدات خاوية أمام شعب ضرب جذوره في التاريخ. ولكننا كلامنا الأساسي هو حول إدارة العالم، فما هذه الإدارة؟ نحن جئنا نريد أن نبني هيكلا جديدا ونعيد إعادة وحدات ولبنات هذه الإدارة العالمية، ولكنهم لا يعيرون أي أهمية ويحرفون الرأي العالمي حول تهديدات هؤلاء الحفنة الخاوية. وأقول لكم بكل وضوح فإنهم قبل أن ينوون بأي هجوم فإنهم ما زالوا يتخبطون في الحرب النفسية في هذه المرحلة، ولكن بعض الأوساط تقوم بتضخيم هذه التهديدات وهذه الحرب النفسية. نحن شعب كبير نعيش في المنطقة، وهذا لا يعني بأننا ليس لدينا أخطاء وأن الرأي وأن أحمد نجاد ليس له أخطاء والحكومة ليس لها أخطاء، هذا غير صحيح. نعم نحن لدينا أضعاف، وأنا لم أدعي ذلك أبدا، ولكن إيران الكبرى والعظيمة لا تهتز بأربعة أو خمسة أشخاص محتضرين وهم على مشارف حافة وهاوية التاريخ. ونحن نطلب من إدارة العالم أن يعوا على أنفسهم ويكفوا عن تمويل هؤلاء المجرمين والإرهابيين في المنطقة، ويريدون السيطرة عليهم، ونحن نطلب منهم أن يسيطروا عليهم ويحدوهم. وهؤلاء هم عرفوا المعادلة ويثيرون القلاقل لكي يحصل على المزيد من الامتيازات والفرص، وهم يظنون بأن عندما يهددون إيران ويحاولون القيام بمغامرة فأنهم سوف يجدون فرصة أخرى للعيش بضعة أيام أخرى. ولكن أقول لهم بأن أيامكم أصبحت معدودة وعليكم أن تشدوا رحالكم من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا، ولكن مهما قمتم بالمغامرة فإن مستقبلكم سوف يكون مظلما أكثر، ولا يشك أحد بذلك أبدا. ردكم حول تهديدات نتنياهو كيف هي؟ أرجو أن تسمحي لزميلك. تقرر أن نسأل سؤالا واحدا لكي يستطيع الجميع طرح أسئلهم. إذا تقرر كل صيني كل فرد صيني أن يسأل سؤالين فتصوروا ما هو عدد الأسئلة. فكيف بي أن أجيب على تلك الأسئلة على المليارين و400 مليون سؤال؟ السؤال التالي من وكالة أنباء إيرنا، والمراسل التالي هو نويد بهروز مراسل قناة العالم الإخبارية. فقامة الرئيس، سؤالي حول سوق العملة الصعبة. أنتم تفضلتم بأن الالتهاب ليس لديه أي جذور اقتصادية، وسرد إعلان الجهات الأمنية فإن بعض المؤسسات الداخلية هي متورطة بهذه الضوضاء التي حصلت، فما هو دور الحكومة للسيطرة على سوق العملات الصعبة؟ أنا أعتقد علينا بالبداية أن نساعد في دعم القرارات، قرارات الحكومة، وثانيا يجب مساعدة مسؤولي الدولة على احتواء هذه الأزمة. وأحد الجهات الأمنية
قال بأن هناك مجموعة تخل بهذا السوق وماذا علي أن أفعل؟ وهنا واضح أن الجهات الأمنية يجب أن تتدخل لوضع حد لهؤلاء 22 شخص الذين ذكروا أسماءهم وهم يتبادلون بالهاتف النقال ويحركون ويثيرون السوق وهم يجدون أسعار كاذبة. وهناك أشخاص لديهم عجلة في شراء المزيد من العملة الصعبة، وهذه هو طريقة واضحة أنها طريقة خاطئة، وأمل أن يقوموا بمهامهم على أتم وجه للسيطرة على جزء كبير من هذه. هل بإمكان أسأل سؤالا آخر؟ أنت تستطيعين، ولكن من سوف يجيب؟ أنا أنتمي إلى هذا الوطن. السؤال التالي هو حول سيادة الرئيس لاريجاني. في لقائه مع أحد الوكالات الأخيرة أكد بأن الحظر لا يؤثر على الاقتصاد في المقطع الراهن، فما هو رأي فخامتكم على تلك التصريحات؟ بالطبع لابد بأن قرار السيد لاريجاني يؤثر على الحد من هذا الحظر، والحظر لا يؤثر على اقتصادنا. وأنا قلت بأنني أحترم سيادة الرئيس لاريجاني، وهو يعلم جيدا كيف تسير الأمور وكيف يبذل البنك المصرف المركزي جهودا مضنية وكبيرة لإدارة العملة الصعبة في البلاد. أنا رأيت كلام الرئيس لاريجاني رئيس البرلمان، وأنا أسف لأنه تكلم مع وكالة أنباء حكومية وانتقد عمل الحكومة، وهذا أمر أعتقد بأنه خاطئ. اسمحوا لي أن أذكر لكم ذكرى، واسمح لي أن أجيب على العديد من الأسئلة. رئيس البنك المركزي قال لي ذات يوم بأن أحد المناسبات كان هناك عطلة وعزاء، وكنا جالسون فاستلمنا رسالة بالهاتف النقال، والرسالة كانت تتضمن تحديد سعر جديد مرتفع للعملة الصعبة، ورئيس البنك المركزي قال لي بأني تعجبت من هذه الرسالة في يوم العطلة، وذهبت إلى مركز تبادل العملات الصعبة وسألت ورأيت بأن الأسواق مغلقة بالكامل، واليوم هذه الأمور تتكرر من قبل الوكالات، للأسف وكالات الأنباء المحلية. وأنا أتمنى على هذه الوكالات أن لا تخوض في هذه الأمور للبحث عن انتقاد سياسات الدولة، وهم يعلمون جيدا بأن سياسات الدولة هي لصالح الشعب، الدولة هي خادمة لهذا الشعب، وهم يثيرون هذه الأسئلة وعليهم أن يجيبوا عليها. فالبعض يقولون بأن الحكومة القادمة تستعد لاستلام إدارة زمام الأمور، ثم بعد ذلك يقولون بأن الحكومة الحالية تثير الأسواق لكي تخلق مشاكل للحكومة القادمة. هذا هو عمل الوكالات، والبعض يثير نقاط حول ترشيد الدعم ويقولون السبب ذلك، ومنذ البداية هم كانوا يعارضون ترشيد الدعم وكانوا يعارضون رفاهية وازدهار الشعب الإيراني ولا يطيقون عيشه بهناء. وهم رأوا بأن خلال السنوات الماضية بأن نسبة قليلة 10% من الشعب كانوا يستهلكون الميزانية الكبرى على حساب باقي الشعب، فهم يعلمون بأن أهداف الترشيد هي كلمتين مختصرتين: نحن نأخذ من جيوب الأغنياء والأرستقراطيين ونعطيها إلى الشعب الطبقة المتوسطة. وبعضهم يثير موضوع الكتلة النقدية، وأنا هنا لدي جدول بالكتلة النقدية خلال البرنامج. الخطة 5 الثالثة كانت 28%.
هذا هو نمو الكتلة النقدية في بداية البرنامج، بداية الخطة، قبل 8 سنوات فإن الكتلة النقدية تضاعفت 8 مرات، وفي هذه الحكومة 4 مرات تضاعفت، فانظروا كيف هو الفرق. وأنا أتأسف بأن الكثير من أصحاب من كبار المسؤولين يريدون أن يثيروا هذه التساؤلات ويطرحون نسب لا أساس لها من الصحة، فالكتلة النقدية ربما تنمو بنسبة مئوية قليلة، وإلا في اقتصاد ضخم مثل اقتصاد الصيني الذي هو يضاهي اقتصادنا ب5 أو 6 أضعاف، فمن الطبع فإن في داخل هذا الاقتصاد الكبير فإن 3% من الكتلة النقدية ربما تتبدل وتعادل 30% من كتلتنا النقدية، فهل يجب أن تتضاعف المشاكل بنفس هذا بهذه النسبة؟ وهم يثيرون النداءات وينتقدون الحكومة ويقولون بأن الحكومة غير قادرة على إدارة الأمور، ويكررون مثل هذه الادعاءات ويلقون اللوم على الترشيد وعلى الكتلة النقدية، وهذا هو غير صحيح أبدا. واللافت بين الذين يثيرون موضوع الكتلة النقدية هم جاءوا هذه المرة وفي الميزانية العامة فرضوا دفع المستحقات السابقة بدفعها وتسببوا في ركود المصرف المركزي. لا أريد أن أذكر رقم المستحقات التي توجب علينا دفعها دون أي توجيه اقتصادي، وهذا يعني بأن الشخص استلف مبلغا من المال من المصرف وهو يستثمر هذا المبلغ ولا يعيده إلى إلى البنك المركزي، وقد ألزمونا لمدة 5 سنوات أن ندفع هذه المستحقات، ولكن اليوم عادوا هؤلاء الذين أجبرونا يوم أمس ووجهوا لسانهم بانتقاد الحكومة. فأرجوكم أن تسمحوا الحكومة أن تعمل واعطوها المجال للقيام بعملها، لا أن تأخذوا القرارات ثم تلقوا اللوم على الحكومة. أنا أرجوكم ساعدوا الحكومة، الحكومة تسهر ليل نهار على مصالح الشعب، وأرجوكم أن تدعموا هذه الحكومة وتساعدوها في حل هذه المشاكل. تشكر مكنم از جناب آقای نوید بهروز از شبکه العالم دعوت میکنم. السيد نوید بهروز من قناة العالم الإخبارية، ثم بعد ذلك حميد رضا قرباني من قناة سحر الفضائية. كما أرجوكم من أن تتكرموا بأن لا تسلموا سؤالاتكم ليد فخامة الرئيس وأطرحوها هنا من المنصة، وفخامة الرئيس يجيب عليها على الرحب والسعة. طبعا بعض هذه الرسائل هي رسائل من عامة أفراد الشعب على خلفية اختلاف الأسعار في العملات الطلب الصعبة. تحدث باسم الحكومة الأمريكية أن هذا هو مؤشر على ضعف الاقتصاد الإيراني وأصبح موضوعا أساسيا. فكيف فخامتكم هل أن انخفاض العملة الوطنية يمكن أن يؤثر على النووي الملف النووي الإيراني، وهل سوف إعادة النظر في هذا البرنامج؟ نحن نواصل مباحثاتنا 5+1، وهذه المفاوضات الحوار مباشر مع الولايات المتحدة أقصد. ربما يجب أن تتوفر الظروف لذلك. في هذه الظروف الراهنة أنا أستبعد في النهاية فيما يتعلق بالدولي فإن الأصل العلاقة، ولكن العلاقة والتفاهم والحوار يجب أن تتم في ظروف عادلة، في ظروف احترام المعدل. يظن بأن من خلال الضغط والحظر والغطرسة يجبر الشعب الإيراني على الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار، فأنهم مخطئون مطلقا، وأنا أقول مخطئون 100%. ولا تتوقع
أن نستجيب لكم وأطلب منكم أن تغيروا سلوككم. هل ربما ذلك يسبب في تراجع المواقف النووية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هل تقصد بإيران بالرئيس نجاد أم الشعب أم من؟ أنا لا أعتقد بأن أحدا على استعداد أمام مواقفها المبدئية فيما يتعلق بالحقوق النووية. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما آقای رئیس جمهور و دولت خدمتگزار آقای دکتر همونطور که اطلاع دارید فخامة الرئيس كما تعلمون في خلال الاسبوع الماضي الحكومة الأمريكية شطبت اسم مجموعة خلق الإرهابية من قائمة الإرهاب، فما هو سبب هذا الإجراء في هذه المرحلة الحساسة في الوقت الذي تتعرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحظر اقتصادي من قوى القوى الغربية، وما هو خطواتنا في هذا المجال؟ أنا أعتقد بأن سيناريوهات وحلقات هذه المسرحية الساخرة تمتد أبعد من موضوع الدولار والعملة الصعبة. هم يخططون ويضمرون أهداف خبيثة، لذلك فإن من مقدمات تلك الأهداف الخبيثة وشطب هذه الجماعة الإرهابية. وقد سألوني هناك وأجيب عليكم بنفس السؤال الذي أجبت عليه هناك، قالوا ما هو ردكم وما هو رأيكم على هذا القرار؟ فقلت لهم إذا أردتم الحقيقة فأنا لا أستطيع أن أكذب عليكم، أحمد نجاد لا يكذب أبدا، الحقيقة نحن مسرورون. فقالوا لي كيف أنتم مسرورون؟ قلت لهم فإذا تقرر أن نثير الإعلام ونقول بأن الولايات المتحدة هي التي تدعم الإرهاب وتتعامل بمعايير مزدوجة، فيجب علينا أن ننفق 500 مليون دولار، وأشكركم لأنكم قمتم بهذه المهمة بدلا عنا، ولكننا على المستوى الرسمي فأننا ندين ذلك ونطلب من المنظمات الدولية أن تدين ذلك. ولكن إذا تصورتم بأن إذا كانت مجموعة وحفنة منفورة ومنبوذة من قبل الشعب الإيراني ومن قبل شعوب العالم وأنتم تودون إحيائها فأنتم مخطئون. هذه الجماعة هي ميتة وسوف لن تحصلوا على أي شيء سوى أن تحصدوا الخسارة، المزيد من الخسارة. ولكن إن بعض أصدقائنا فقدوا بوصلة رؤيتهم وبوصلة بصيرتهم في هذه الأمور. السيد فرهاد حسيني من وكالة أنباء آريا. فخامة الرئيس أشكركم وأحييكم. بعد اقتراح الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل فخامتكم، فهناك ردود أفعال محلية وخارجية برزت على السطح. بعض وسائل الإعلام انتقدت فخامتكم ورأوا بأن هذا ليس في صلاحياتكم. تفضلوا فخامتكم، كيف هي الأمور التي شعرتم بها حيث طرحتم مثل هذا الاقتراح، وهو موقفكم أمام المنتقدين؟ أشكركم على هذا السؤال. بالنتيجة فإن كل ما يحدث هو ينعكس على وسائل الإعلام، فبإمكاننا أن ننقل جملة بسيطة وننقلها وتتبدل مئات المرات إلى أن تصل إلى المستمعين. أنا لم أقترح الحوار، كان سؤال المراسل هو هل أنكم تتحاورون مع أمريكا؟ فأنا ماذا كان يجب علي أن أقول؟ فهل بالإمكان على الساحة الدولية أن يقول أنا لست أهلا للحوار؟ من هو العقل الذي يقول يدعي بأنه ليس أهلا للحوار؟ وحقيقة العلاقات الدولية مبنية على أساس الحوار، إلا إذا كانت هناك استثناءات، والمبدأ هو العلاقات إلا إذا كانت هناك استثناءات، مثل الكيان الصهيوني الذي لا نعترف به ولا نعتبره كيانا مشروعا، وإلا
المبدأ هو وجود العلاقات. وكان سؤال حول أفغانستان، أنا قلت لهم نعم نحن نتحاور، نحن لا نستطيع أن نقول لا نتحاور، ولكن في ظروف عادلة وفي ظل الاحترام المتبادل يجب أن يعترفوا بحقوق الشعب الإيراني وأن يعترفوا بهذا الشعب العظيم وأن ينزلوا من كبريائهم ويجلسوا معنا كطرفين ندين وكطرفين متساويين. وهذا الشعب لن يعارض مثل هذا الحوار، ونحن طرحنا هذا الأمر بكل وضوح، وهذا هو ما طرحناه في السابق. أنا طلبت منهم أن يصلحوا سلوكهم ويصلحوا بين علاقاتهم وقراراتهم، وانظر إلى التاريخ والتاريخ ويحكم على من يجب أن يصلح سلوكه، ويجب أن يأتوا بدون الاستعلاء وبدون غطرسة وبدون ضغط. فمعلوم عندما ترفعون وتكشرون عن أنيابكم وتطلبون هذا الشعب وتضغطون عليه وتقولون تعالوا للحوار، فهذا أمرا يثير اشمئزاز شعبنا واشمئزاز شعوب العالم. أنتم بالأمس ظهرتم على ساحة التاريخ وتتكلمون مع شعبا يملك آلاف السنين من التاريخ والحضارة، فإن قطع الحوار ليس أمرا حضاريا، وكذلك أن استمرار الحوار المبني على الغطرسة هو أيضا غير مقبولا، وهذا يعتمد على السلوك. فإذا أصلحتم سلوككم واعترفتم بأخطائكم فسوف تجدون ردود إيجابية منا. فخامة الرئيس، الأسبوع الماضي كنتم في نيويورك وفي ردكم على أحد الصحفيين قلتم بأن إجراءات السلطة القضائية في إيران هي مستقلة ونحن لا نستطيع التدخل في إجراءات هذه السلطة المستقلة. وفي الشهر الماضي كان يوم الصحفيين، تحدثتم عن حرية الصحافة في إيران، ولا تسمحوا لي أن أنقل ما تفضلتم به. قلتم بأن ليس من الصحيح أن نواجه بعض المواقع الصحافية، وأنا أوصي جميع زملائي في الحكومة وفي السلطات الثلاث بأن الساحة الإعلامية هي ساحة لإطلاق الحريات، وإذا أخطأ أحد المراسلين لا يجب معاقبته بشدة، وأن إغلاق وسائل الإعلام إذا كانت مؤثرة فأن الظروف كانت تتغير. وقلتم بأن هذا أمر سيء أن يكون شخصا في مقام الحاكم والمحكوم، وقلتم بأن صحيفة إيران لا تختلف مع باقي الصحف من وجهة نظرة الحكومة. ولكن في الأسبوع الماضي عندما كنتم خارج إيران، السيد حسيني وزير الإعلام والسيد بختياري وزير الأوقاف، فإنهم هاجموا صحيفة إيران بشدة وقالوا بأنهم سوف يوقفون إصدار هذه الصحيفة، وهم وقفوا في موقف الحاكم والشاكي. وأرد أن أعلم بأن إذا كانت السلطة القضائية مستقلة فهل وزرائكم هم أيضا مستقلون عنكم فخامة الرئيس؟ أشكركم على هذا السؤال الهام. بالنتيجة فإن سير الحكومة خلال السنوات السبع الماضية كانت شفافة للغاية وأنتم تعلمون ذلك، فالحكومة بذلت ما بوسعها من سعة الصدر وهذا مشهود للحكومة، وقد أطلقنا الحريات بشكل كبير وآراؤنا واضحة جدا كما تفضلت بها، وأنا أؤيد هذا الكلام، وأنا أعتقد بأن تصرف وزير الإرشاد كان تصرفا خاطئا، أنا لا أؤيد ذلك، ولكن هناك ملاحظة يجب أن أوضحها. بالنتيجة فإن قيم الدفاع المقدس هي تحظى بقدسية خاصة للشعب الإيراني، يجب أن نحترمها جميعا، يجب أن نحترمها، هذا أمرا حتميا، هذا ملكا للشعب الإيراني. ولكن هناك تهمة لإحدى الصحف وهذا الاتهام لم يثبت بعد، هذا يجب أن يذهب في محكمة صالحة وأمام هيئة المحلفين، يجب أن يبت في هذا الاتهام، لا يجب على أحد أن
أن يجبر المحكمة على اتخاذ ما يريده، وهذا رأيي أيضا، وأنا أمثل أحد القوى، وهناك في اجتماعاتنا هناك تركيب خاص من السلطات الثلاث وفي هيئة المحلفين أيضا، ورأيي الشخصي أنا أعتقد بأن وزير إرشاد أخطأ في هذا، وأنا لا أستطيع أن أصدر أوامر لهم، وأمل من السلطة القضائية أن تتدخل على الفور وتبت في هذه الأمور، وتذكر بأنني لم أكن موجودا هنا. خب آقای سید حامد حجت از روزنامه ایران تشریف دارن. صحيفة إيران السيد حامد حجت، وبعدها السيد مجيد أخوان من قناة الأخبار.